هل سمعت ما حدث من تحالف الخزرج مع محمد؟ لا تنطق هذا الاسم أمامي يا خزام. محمد عدو، عدوي. لقد انتشر دينه، كاد يقضي على عبادة الأصنام في جزيرة العرب. لن يدخل إلى قبيلتنا ولا بيوتنا مهما كان الثمن. نحن أهل قريش شعراً وبلاغة، من يجارينا في شعرنا؟ نحن أهل كنانة، أفضل من يقول شعراً. هكذا؟ فلنحتكم إذن إلى المارة في شعرنا. أوافقك، هيا هيا. اسمعوا اسمعوا يا سادة، اسمعوا اسمعوا. سموت إليها بعدما نام أهلها سمو حباب الماء حالاً على حالي، فقالت: سباك الله، إنك فاضحي، ألست ترى الصمار والناس أحوالي؟ فقلت: يمين الله أبرح قاعداً، وإن قطعوا رأسي لديك وأوصالي. حلفت لها بالله حلفة فاجر، لنام فما من حديث ولا صالي. فلما تنازعنا الحديث وأسمحته، صرت بغصن ذي شماريخ ميالي. الله 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 الله، أحسنت والله، هذا هو الشعر. اسمعوني إذن، ستعلم يا ظلوم إذا التقينا غدا عند الإله من الظلوم. أما والله إن الظلم شؤم، وما زال المسيء هو الظلوم. إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم. الله 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 الله، أحسنت والله، هذا هو الشعر. وتسلل الأنصار إلى شعاب العقبة مستخفين، واجتمعوا في الشعاب في انتظار قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم 73 رجلاً وامرأتان، هما نسيبة بنت كعب وأسماء بنت. أخشى على رسول الله من أهلي، فلقد آذوه فأكثروا إذاءه وترويعه. ها هو رسول الله قادم. من هذا الذي معه؟ ووصل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عمه العباس. وهو يومئذ على دين قومه، إلا أنه حب أن يساند ابن أخيه. قال العباس: يا معشر الأنصار، إن محمدا منا حيث علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عز من قومه ومنعة في بلده. واستوثق العباس من مناعة الأنصار لابن أخيه وتحالفهم معه، ثم تحدث رسول الله فتلا القرآن ورغب في الإسلام، ثم قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم
ونساءكم وأبناءكم. نعم، والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع منه أنفسنا، فبايعنا يا رسول الله. فنحن والله أبناء الحروب وأهل السلاح كله. على أي شيء بايعهم رسول الله يا مصعب؟ على السمع والطاعة والنفقة في العسر واليسر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة النبي إذا قدم إليهم وألا تأخذهم في الله لومة لائم. فقاموا إليه رجلا رجلا فأخذ النبي عليهم البيعة، ولكن حدثت المفاجأة كما سمعنا يا بلال. وقد علم أحد الشياطين بما يجري من معاهدة بين النبي وأهل يثرب، فنادى في القوم: يا أهل قريش، هل لكم في محمد والصبات معه؟ قد اجتمعوا على حربكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا شيطان العقبة، أما والله يا عدو الله لأفرغن لك. ثم أمرهم أن ينفضوا إلى حالهم. جرأ محمد علينا لهذه الدرجة؟ يتعاهد ويتحالف مع أكابر يثرب علينا، كادوا أن يرفعوا السيوف والرماح في وجوهنا من أجل محمد. هيا بنا إليه.